زكاة الفطر هي طهرة للصيام، زكاة للمال، وتصحيح للخطيئة. هي طهارة للنفس وتزكية للروح ونخرجوها في أواخر شهر رمضان. نخرجوها دراهم على كل حال، نحسبوا شحال من الراس كما حنا نقولوا ونخمو شحال قال ربي سبحانه، كانت ب 10000 دركم مانيش عارف شحال 12000 نحسبوا كما حنا نقولوا 5 دراهم 65، نشوفوا زوج تاع الناس ما عندهمش 30 30، كاين اللي حاب يخرجها بدراهم، كاين اللي حاب يخرجها بحبوب، كاين كل واحد كيفاش النية تاعو. انت كيف تحب تخرجها؟ المهم يوفرها. انا تونك رانا موظفين، احنا خرجوها نقدا مال، خرجها للحبوب اللي الفلاح المزارع هو اللي يستعمل هذيك، يقدر يخرجها مكيال تاع زرع ولا واش راه يخدم، الفلاح هو اللي يقدر يخرجها. انا شخصيا ما عنديش الحبوب، الفلاح ممكن يخرجها حبوب، لكن انا شخصيا هنايا تيخرجها نقود نقود. ولات الاقارب، واذا ما كان لم يتسنى الاقارب فالجيران الاقربون اولى بالمعروف، لانك تعرف الحقيقه تاعهم. اما بالنسبه للمساجد هذه او صندوق الزكاه ما تعودناش عليه حنا. نمدوها الفقير، نشوفوا لا فامي اللي يكون ما معروف عندها فقير ما عندوش داخل نديموها نعطيوها له. هذا لا موجوريتي يمدوها الفقير، وكاين اللي يمدوها المساجد. احنا منين كنا بكري ما في ديناش، وعندنا زرع، عندنا زرع نمدوها الجيراننا اللي ما فيدوهمش الله قالب عليهم، ما فيديهم. ومن بعد وليا ما كانش هذو نمدوها للفقير اللي في الحي. زكاة الفطر، إلى الفطر تاع زكاة الفطر تتعطى أول حاجة للأقربين إلى عدو قراب في الحي تاعك، ما تتنقلش من بعيد. إلى ما كانش الجيران ولا ما كانش من كافة المسلمين. نمدها للمسجد، والمسجد هو بيت مال المسلمين نظن، والله أعلم. عندي ثقة؟ عندي ثقة. إنما الأعمال بالنيات. لا لازم تكون كاينة الثقة في المسجد. المسجد هذا بيت الله. كيف ما تديش فيه الثقة؟ باختصار نيتو استصفى. لا كانت نيتو في المسجد يطيع المسجد، لا كان نيتو في الأقارب تاعو، وربي سبحانه الله أعلم يقول أقارب. أنا بالنسبة لي أنايا نعطيها لواحد قريب ليا. نعرف واحد قال لي نعرف بصح الجامع ما نطيقش نعطيها له، ماشي ما نطيقش نعطيها له. ما نطيقش 50% نعطيها له و 50% ما نعطيهالهاش. خاطش أنايا نديرو في واحد قريب ليا خير من نديها للجامع. الجامع لا، الجامع عندنا ثقة فيه، ماشي ما عندناش ثقة فيه، ولكني أنا نفضل يعني الأولوية للفقير اللي نعرفه. أنا جاري نعرفه فقير، على ما نعطيهالوش. نعطيها للفقير، نعطيها للأرملة، نعطيها لليتامى. ها نمدها اللي ملاني نشوف فيه. خويا كان واحد كاتلو الشر طايح وانا نعقب عليه ونعطيها له، نعطيها لواحد حداها من هي، علاه؟ هذه كاع ما تصورش. المهم الزكاة هي تتمد للإنسان اللي فقير، باين سوا جهرك في الدشرة تاعك في تعرف وراه تعطيها له. ما باش تمدها للمسجد، أنا في رأيي ما نمدهاش المسجد. لا إلا كاين إلا مضمونة الحالة، ماذا بيا نمدهم أنا المسجد. وإنما إلا بطريقة هذه لا، أنا نمدهم مباشرة للناس السائلين هذول. كل واحد وكناته، واحد محب يمدها في الجامع، واحد عنده ناس يعرفهم، فهمتني؟ ناس يعرفهم يمد لهم كما يقولوا الاخر الفطر تاعو. هذه هي بيان سير يستفاد منها مادام دارها الدين، شيء لا نقاش فيه. احنا نخرجوها كي المهم ما ترياش في الدار، المهم نمدها لولد عمي ولا لفاميلتي يمدوها هما، يعني نقولوا مدها لهذاك يمدها لهذاك، المهم ما تريحش في الدار. احنا كيما نقولوا كان عيبات جواري يتلتموا مع بعضياتهم، يلموا تقرقيبه مليحه يعطيوها لواحد يقولوا له باش تعيد لولادك. بصح حتى تمدوا 60 والاخر 60 والاخر 60 والاخر 60، بربي ان شاء الله كيكون فقير في الحومه والله يمدوا له، الله يبارك يغنيوه.
وربي هو على بالو واش راه داير. هي نورمالمون انا واش نعرف قبل العيد باش هذاك مسكين اللي ما عندوش يبوس بيرميتر بيهم يشري عفايس باش هو ثاني يعيد ولادو. تسمى لازم تخرج هي نورمالمون واش نعرف قبل العيد. خاطرش باش يقدر يشري بها حوايج لولادو اللي ما عندوش هكذا ولا يقدر يشري بها حوايج اللي يسحقهم وخلاص. على البكري وخلاص. لا لا هي في الحقيقة هاد الزكاة هذه تدار يومين قبل العيد باش الإنسان إذا كان محتاج يشيل ولادو باش عارف يستحاجهم. هي نورمالمون قبل يوم العيد على الأقل بيومين ثلاث أيام أربع أيام باش الفقير على الأقل يستعملها الكسوة تاع العيد يكسي بها ولادو كان محتاجين. لازم قبل العيد على الأقل دو جور تروا جور. المهم قبل يوم عيد الفطر إلى حتى صباح يوم عيد الفطر ممكن يعني تقدم زكاة عيد الفطر، ولكن من قبل أحسن، قبل أسبوع قبل أيام قبل وأحسن بكثير، يعني حتى الإنسان يعني اللي يحتاج يقوم بسد احتياجاته حسب احتياجاته.